وعليه نتوكل ومنه دائما وابدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. ايها الحبل الكريم، مشاهدينا الاعزاء، نرحب بكم اجمعين مع منافسات وتحديات سن الثنايا ومسافة الخمسة كيلومترات التي سوف نرافقها بهذه التحديات وبحضور هذه الشعارات القوية المشاركة والمزينة بألوانها الزاهية أرضية ميدان التحدي، تحديات الكبار ومرحلة الكبار مع منافسات هذا السباق المحلي الأول الذي نتابع به منافسات شوطنا الرابع، لنتابع معكم فئات العمانيات القعدان الحاضرة والمتنافسة، لنبدأ مع مسيرة المركز الأول، لنتابع على المقدمة والصدارة سوقان الحاضر على المركز الأول محمد بن حمد بن صالح بن شرقي المري مع البداية ومع مقدمة الانطلاق غائدا مجريات هذا الشوط. المركز الثاني التقدم لعارف عبد الرحمن بن سعيد الفسل المري، يتواجد شعاره على المركز الثاني ليتقدم بتحدياته. النقلة إلى المركز الثالث، هذا البطل اللي تسلل إلى المركز الثاني القادم بتحدياته شاهين الحاضر بشعاره المميز سعد بن محمد بن جهويل المري، يتقدم شعاره على المرتبة الثانية لياتي شعار بوسحيم على المركز الثالث. المركز الرابع الحاضر مشاهدينا الكرام والواصل إسعاف ثلاب بن راشد بن ثلاب الهاجري، والمركز الخامس تقدم منادي لمحمد بن صالح القمرة. هذا هو النداء الأول مشاهدينا الكرام للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتنافسة والمنطلقة وقلب الخمس أسماء قادمة. سيل جارف من الثنايا القعدان، حاضرة هذه الأسماء متقدمة وقادمة لا محالة إلى دائرة الأسماء المذاعة وإلى الخماسية الجميلة الرائعة المميزة التي تضم هذه الأسماء الكبيرة. لنعود بحضراتكم إلى المركز الأول لنتابع ماذا طرى وماذا جرى من تغيير الأسماء من انتقال نوعية جميلة لتقدم شاهين الذي يملأ العينين بتقدم هذا الشعار المميز الحاضر مع البداية. بن جهويل يقدم دم لنا شعاره ليبدأ بانطلاقة جميلة مع البداية ومع المركز الأول سعد بن محمد بن سالم بن جهويل المري. المركز الثاني شعار علي بن حمد الشرقي القادم مع تقدم سوقان لمحمد بن حمد بن صالح الشرقي حاضرا بهذه التحديات الكبيرة ليتواجد هذا الشعار بانتقالته المميزة نحو المركز الثاني. المركز الثالث الواصل حامل الرقم ثلاثة عارف عارف عارف، وهذا الشعار المعروف لدى الجميع، ليتقدم شعار بوسحيم الحاضر بانطلاقاته بتحدياته مع المركز الثالث. تعود الملكية لعبد الرحمن بن سعيد الفسل المري. المركز الرابع أتابع هنالك القادم والواصل مشاهدين الكرام من واقع الشعار شعار بن حبيشة الواصل مع المركز الرابع ليتقدم لفان علي بن عبد الهادي بن حبيشة النابت المري. القمرة على المركز الخامس غادم مع منادي محمد بن صالح القمرة. هنالك الأسماء الله الشعارات بدأت تقترب بهذه اللحظات لتبدأ المنافسة لتحلو المنافسة حينما تلتقي هذه الشعارات حينما تقترب هذه الأسماء من بعضها البعض. هنالك الأسماء الحاضرة والمتواجدة حينما يكون المواجهة الكبرى ما بين هذه الأسماء تصنع دائما القوة بالمنافسة التحديات بالحضور الانطلاقات الكبيرة. لنعود حضراتكم إلى المركز الأول لنتابع بن جهويل
على بداية هذا الشوط. من يقدم لنا شاهين على المركز الأول؟ سعد بن محمد بن سالم بن جهويل المري. المركز الثاني لفان علي بن عبد الهادي بن حبيشة. المركز الثالث الواصل المشهور الباحث عن مركز الشهرة القادم بالشعار الغرفاوي، الواصل مع شعار بسيقان صالح بن فرج بسيقان. المري من يقدم لنا مشهور من بدأ بالعبور من المركز الخامس إلى الرابع إلى الثالث حتى وصل إلى المركز الثاني، لكن لا يرضى بالمركز الثاني. مناله ومطمعه هو المركز الأول ليهدي أبناء الغرافة هذه النقلة الجميلة وهذا الانطلاق الجميل وهذه المنافسة الكبيرة. إذا مشاهدين الكرام، شاحيب بن جهويل مشهورة بسيقان في منافسة في لقاء أخوي كبير مع افتتاحية مجريات الكيلومتر الأخير، لكن لفان بن حباشة يقدم لنا شعاره. من بدأ يتسلل إلى المركز الثاني لينتقل بدوره إلى المركز الثاني، لفان ينتقل إلى الصدارة حينما لف المضمار ليتسلل إلى المركز الأول. باحث عن كلمة الناموس، هذه الكلمة الغالية. إذا يا بن حبيشة الناموس حاير حتى هذه اللحظات. لفان مشهور لفان بن حبيشة أبو السيقان بن حبيشة. اللحظات النهائية أبو السيقان ما زالت أعصابه حادية حتى هذه اللحظات. ما حركوا مشهور عصات راك دوامنا، لكن بن حبيشة أيضا يراقب الأوضاع يود أن يسيطر على المركز الأول. مشهور لفان مشهور. الله، اللحظات الحاسمة. لفان ومشهور بن حبيشة أبو السيقان بن حبيشة. وش تنتظر يا محرق القلب النار؟ اضربوا روح إلى الناموس بن حبيشة. لفان هو كنقل هذا الميدان بانتقاله واختطافه لناموس العمانيات. الثاني والتبركات لعلي بن عبد الهادي بن حبيشة النابت المري. المركز الثاني وصل مشهور لصالح بن فرج بستيقان المري. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل شاهين لسعد محمد بن جهوي. المركز الرابع وصل صقان لجابر بن مسعود المسعود. المركز الخامس فجاج لفاران بن عتيق بن قريع. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، تابعنا المنافسة التي حضرت في هذا الشوط وشهدنا التحدي الكبير ما بين لفان وما بين مشهور، ولكن لفان هو المتوج بهذه المسيرة وهو الفائز في هذا الشوط بتوقيت زمني وغدر 7:58 ست أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات لمالك لفان علي بن عبد الهادي بن حبيشة، من حقق هذا التوقيت الأفضل في هذه الفترة الصباحية مع لفان ومع فئة العمانيات. الثاني والتبريكات. المركز الثاني وصل مشهور 7:58 40 جزء من الثانية. إذا الثنايا تكسر حاجز 8 في منافسات هذه الفترة الصباحية. تانو التبريكات لمالك مشهور صالح بن فرج بسيقان المري. المركز الثالث كان الوصول مشاهدين الكرام من قبل شعار من جهويل، من حضر شاهين وقدم الانطلاق المميز وحصل على المركز الثالث. 8:13 33 جزء من الثانية. إذا مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء، شاهدنا شوط غوي بالمنافسة.